بسم الله والحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذه ما فضيحة كبيرة، أن تحب كائنات لا وجود لها ولا حق لها أن تحسبها من الموجودات، وتحبها كما تحب ربي. شنو هي اللخطة دي؟ أنت مصاب في كيانك كله. برا ارجع للطب القرآنيين لعل يخلصوك من هذا. انت ما كشفتش روحك، انت مريض، انت عليل، لا تدري شيء، لا تعرف كوعك من بوا ولا تعرف المشرق من المغرب. انت ما فهمتش، احنا كنا نتواسى النوع هذا من المصريين، النوع هذا من اهل الشام، من اهل الكلاب السعوديين، عايم عليهم النوع هذا، النوع الضال اللي هو يفسد على نفسه ويفسد على من آمن به أو خشيه. حق أن تخشى الله يا لا سعود، حق أن تخشى الله يا شيخ، مش تخشى من هو عدو الله ويدعي أنه حامي حماد الدين. نسأل الله السلامة، الله يمتعنا بعقولنا إلى أبد الآبدين.